التدريبات العسكرية للمدنيين على حمل السلاح مستمرة في كل المناطق الأوكرانية بعد كييف وخاركيف. ننقلها لكم الآن من تشيرنيهيف على الحدود مع بيلاروسيا، حيث تحشد موسكو 30,000 مقاتل بحسب ما قال أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ. هذه التدريبات يقول المشاركون فيها بأنها لتعليمهم كيفية الدفاع عن أنفسهم. يدركون حجم التفوق الروسي عليهم، ولكن يقولون لا نريد أن نعيش ويلات الحرب كما في عام 2014، وبنفس الوقت لن نجعل مهمة بوتين سهلة. من تشيرنيهيف على الحدود مع بيلاروسيا، كريستيان بيسر.